شمال قطاع غزة لا زالت عملية التوغل الأساسية في مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا. المناطق المحيطة هي المسيطرة على الأحداث، ومع ما يصاحبها ذلك بطبيعة الحال من استمرار القصف المدفعي والحربي وإخراج المستشفيات وحركة نزوح كبيرة وعودة المجاعة إلى شمال غزة ومدينة غزة. هذه المعالم هي معالم المشهد الآن في شمال قطاع غزة. دعني أبدأ بالوضع الميداني، حيث القصف المدفعي العنيف لم يتوقف طيلة ساعات الليل وصباح اليوم على مناطق مخيم جباليا، مشروع بيت لاهيا، تل الزعتر، مدينة زايد، حي القصاصيب والفلوجة، أيضا منطقة الفلوجة ومناطق أخرى في شمال مدينة غزة. هذه المناطق تعرضت إلى قصف مدفعي عنيف من قبل آليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في تلك المنطقة. هذا القصف يخلف عددا من الإصابات، وأكثر من ذلك يخلف رعبا كبيرا نتيجة حالة العشوائية التي يستهدف الاحتلال فيها هذه المنازل من خلال هذه المدفعية، التي لا يعرف المواطنون من أين يمكن أن تأتي القذيفة، لأنها تطال مناطق متشعبة وواسعة وحتى بعيدة عن مناطق الاجتياح والتوغل. القصف الحربي أيضا في مدينة غزة وشمال غزة استمر هذه الليلة، تم استهداف الليلة شقة في منطقة النفق، عدد من الشهداء، وقبل أقل من ساعة من الآن استهداف أيضا منزل لحي الدرج، وهناك شهيد. هذه الحصيلة أولية ويمكن أن تزيد خلال الساعات القادمة. بالنسبة للوضع الخاص بالتوغل وحدود التوغل، الاحتلال الإسرائيلي لا زال يتمركز في مخيم جباليا عند منطقة السوق ومنطقة مدارس الفوقة عند حمدان، في الفلوجة، في مقبرة الفلوجة، في منطقة القصاصيب، هذا جنوبا. أما بالنسبة للمنطقة الشمالية لمخيم جباليا فإنه يتمركز في تل الزعتر، منطقة زايد، وعلى أطراف مشروع بيت لاهيا عند أبراج الرزان. هناك تتمركز آلية الاحتلال الإسرائيلي على بعد 30 أو 40 متر من مستشفى كمال عدوان. يمكن التأكيد هنا إلى أن جيش الاحتلال لم يقتحم مستشفى كمال عدوان، هو يحاصره. تمكن اليوم مدير المستشفى ومسؤول الإسعاف من الوصول إلى مستشفى كمال عدوان من الجهة المقابلة لتواجد آليات الاحتلال الإسرائيلي، من الوصول، لكنهم عاينوا الخطر الشديد الذي تعيشه الطواقم التي لا تزال ترعى عدد من الجرحى. قرابة 15 جريحا من الأطفال الخدج لا زالوا في مستشفى كمال عدوان يتلقون الرعاية. الوصول إلى المستشفى صعب للغاية، كان فيه مخاطرة شديدة، وبالتالي الوضع في مستشفى كمال عدوان لا زال على ما هو عليه، خارج عن الخدمة، ولا أحد يستطيع الوصول إليه ولا حتى الخروج منه، ومحاولة تجربة ذلك يشكل خطورة شديدة. والاحتلال يتواجد بالضبط عند منطقة الرزان إلى الشرق من مستشفى كمال عدوان ب 30 أو 40 متر على الأقل، ويطلق الرصاص على كل من يتحرك على بوابة المستشفى أو في ساحاته. مستشفى العودة بطبيعة الحال خرج تماما عن الخدمة منذ أكثر من أسبوع، وأيضا المستشفى تم إجلاء كل من فيه وبقي 15 مريضا وطبيب فقط، وهؤلاء أيضا الأخبار منهم منقطعة بشكل أساسي ولا توجد أي معلومات عنهم. لكن الأكيد أن الاحتلال الإسرائيلي كان قد اقتحم المستشفى وفتشه خلال الأيام الماضية. بالتأكيد خروج المستشفيين خلال القادمة على المشهد الطبي. الآن مدينة أو شمال غزة بالأحرى لا يوجد فيه أي نقطة طبية، أي جريح يتم الاضطرار إلى نقله إلى مستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة في حي الدرج. هذا المستشفى هو أساسا مستشفى صغير غير مهيئ لاستقبال الجرحى، ليس فيه قسم استقبال وطوارئ، ليس فيه غرف عمليات كفاية، وليس فيه غرف أو أسرة عناية، وليس فيه كوادر طبية، بمعنى أنه يقدم الخدمات الطبية بالحد الأدنى كإسعافات أولية. الآن هو من المفترض أنه يقوم بما كان يقوم به مستشفى الشفاء في أوجه، والعودة في أوجه، وكمال عدوان في أوجه، وبقية المستشفيات التي أخرجت عن الخدمة طيلة أيام هذه الحرب رغم محاولاتها من أجل استعادة الحياة، خصوصا مستشفى كمال عدوان الذي كانت هناك محاولات كثيرة للحياة، وفعلا كان هناك حضور واضح للطواقم الطبية في المستشفى خلال الفترة الماضية. ولكن هذه العملية وهذا التوغل في مشروع بيت لاهيا واستهدافه بشكل مباشر من قبل مدفعية الاحتلال بالتأكيد جعل الوضع صعب للغاية. أما على صعيد المشهد الإنساني بشقه المرتبط بالنازحين، فهم أحد معالم هذه العملية العسكرية في جباليا. نتحدث عن ربع مليون مواطن
نزحوا خلال الأسبوعين الماضيين من جباليا، من مشروع بيت لاهيا، من منطقة الفالوجة باتجاه الأحياء الغربية لمدينة غزة في حي النصر والشيخ رضوان ومخيم الشاطئ. هؤلاء تكدسوا في شقق مهجورة لنازحين إلى الجنوب، أعادوا إحياء مدارس إيواء مهدومة ومحروقة، أي أنهم يسكنون فوق الركام. هؤلاء عدد منهم لم يجد هذين الخيارين فيفترش الأرض، وبالتالي نتحدث عن كارثة إنسانية على صعيد النازحين، خصوصا أنهم خرجوا من خيامهم في مدارس الإيواء أو في بيوتهم من داخل مخيم جباليا، لا يحملون شيئا ولا حتى مجرد بعض المعلبات أو الغذاء أو الزاد، وبالتالي الوضع كان صعبا للغاية ولا زال بالنسبة لهم. الآن إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أنهم عندما خرجوا إلى مدينة غزة، الأسواق الموجودة في غزة مثل سوق الساحة الشعبي أو سوق الشيخ رضوان الشعبي أساسا تفتقر إلى المواد الأساسية، لأن الاحتلال الإسرائيلي لم يسمح لشاحنات المساعدات بالدخول إلى شمال غزة كما يجب أو كما كانت على الأقل في الفترة الماضية منذ بدء عملية رفح، وتعزز هذا الحصار منذ بدء عملية جباليا. فإن المواد الغذائية لا تدخل، فقط ما يدخل هو بتنسيق من برنامج الأغذية العالمي عبر منطقة ذيكيم إلى شمال غزة وإلى جنوب غزة أيضا، هو الدقيق لصالح التخابز، وبالتالي يوجد خبز ولكن لا يوجد ما يؤكل بهذا الخبز. هذا هو المشهد باختصار على المشهد على موضوع التغذية والموضوع الإنساني أيضا. طبعا تقديم الخدمات الطبية للمرضى المزمنين، للأطفال الخدج، للأطفال الصغار، وكل هذا الأمر غير متوفر الآن، لا يوجد مستشفيات تستطيع تقديم هذه الخدمات. وأيضا انتشار العدوى نتيجة تراكم القمامة، نتيجة الازدحام الشديد، نتيجة التكدس، كل ذلك أيضا هو موجود بشكل كبير جدا، والوضع صعب، والناس تنتظر على شوق انتهاء هذا التوغل في جباليا من أجل العودة. ولكن هنا سيصطدموا بطبيعة الحال بحجم الدمار الهائل ربما الذي سيكون غير مسبوق، نظرا لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي بتفجير مربعات سكنية حتى هذا اليوم. نتحدث عن 15 يوما من التفجير المستمر غير المنقطع لمربعات سكنية باستخدام الديناميت أو باستخدام الروبوتات المتفجرة التي تم الكشف عنها وتم توثيقها في شمال غزة، يستخدمها الاحتلال لكي تنسل بين الأزقة وتنفجر، وبالتالي تدمر عدد كبير من بيوت المواطنين، بلوك 2، بلوك 4، بلوك 5، بلوك 6، بلوك 3، هذه البلوكات من 1 إلى 6 تعرضت إلى دمار كبير، والآن بدأ منذ اليومين الماضيين الدمار يصل إلى منطقة الفالوجة عند منطقة حمدان، مسجد الفاروق، وهذه المناطق كلها بدأت صور تظهر أيضا، تظهر أيضا دمار كبير طالها، وبالتالي أيضا المناطق الغربية من مخيم جباليا تدمرت بشكل كبير عطفا على التدمير وإحراق الاحتلال لمدارس الإيواء التي كانت تؤوي آلاف النازحين، تحديدا مدارس إيواء السوق، 7 مدارس هذه أحرقت والاحتلال جرفها أو جرف جزءا منها على الأقل، وأيضا مدارس حمدان ومدارس بركة أبو راشد تعرضت إلى إحراق، وبالتالي بناء على ذلك الآلاف الذين كانوا يسكنوا هذه المدارس ليس معلوما هل سيتمكنوا من العودة إليها، أو أنهم حتى خيمة داخل مدرسة سيجدوها أم لا. في الجهة أيضا في المشهد بشكله الكامل نتحدث عن اشتداد حالة أيضا وسلمتها في محاور الاشتباك والتوغل. لدينا محور عمق التوغل، شارع العجار ما أعلنت المقاومة أمس استهداف آليتين فيه، وهذا الشارع هو في قلب مخيم جباليا في الجهة الشرقية، وهذا يعطي دلالة على أن المقاومة مستمرة حتى في المناطق التي أصبحت خلف ظهر الآليات الإسرائيلية التي وصلت إلى في المخيم عند منطقة حمدان والقصاصيب. أيضا في القصاصيب هناك قنص لعدد من الجنود وفق إعلان المقاومة، واستهداف للآليات، وكذلك المحور الجديد هو الأكثر اشتعالا، محور مشروع بيت لاهيا الذي أعلنت المقاومة تفجير عين واستهداف عدد من الآليات، كمين مركب، وبالتالي منطقة الرزان، منطقة مشروع بيت لاهيا هي المنطقة الأكثر اشتعالا على صعيد المقاومة والاشتباك مع جيش الاحتلال الإسرائيلي. إسلام بدر مراسل العربي من جباليا، شكرا جزيلا لك.